لو حضرتك فكرت تسأل أي حر من العراق، من سوريا، من لبنان، من اليمن، من السعودية، من الإمارات، من البحرين، من الكويت، من قطر، من مصر، من ليبيا، من السودان، من الجزائر، من تونس، من المغرب، من كل قطر من أقطار الوطن العربي، لو فكرت تسأله عن مين بالنسبة لك له موقف مشرف؟ أسود اليمن وأسود لبنان وأسود العراق ولا الأنظمة بتاعتك؟ هيقول لك أسود اليمن ولبنان والعراق. من كل شبر في الوطن العربي ألف تحية، ألف تحية لكل من ساند الحق ووقف معه 9 شهور وأكتر. ليه بقول لحضراتكم كده؟ جات لي رسالة من واحد صحفي سعودي وكأنه بيسخر، يعني 9 شهور مش مكفينكم بقى، عمالين آلاف الفيديوهات مش كفاية كده بقى، ويعني ان احنا بندعم اخواتنا في القطاع وبنتكلم عن اخواتنا يعني في القطاع وكده يعني، وكأن الاسلام فهمه او هو فهم من الاسلام انك ممكن تدعم اخوك المسلم لمدة يومين ثم بعد كده تنقلب عليه خائنا مخزيا. لا والله الذي رفع السماوات بغير عمد، واسال الله عز وجل الا يحدث ذلك والا تستمر على اخواتنا هذه الماساه. ولكن مش 9 شهور، ده لو حصل انها 9 سنين، 90 سنه، ومد الله في عمر يوم واحد، اشهد الله عز وجل انني لا اخذل اخواتنا ابدا في اي شبر من الوطن العربي، وعلى راسهم اخواتنا في غزه. لكن امثال يعني عباد الانظمه، ربنا سبحانه وتعالى خلاص قلتها لحضراتكم 50 مره، 50 مره. شوف سورة المنافقون طويلة قد إيه وفيها آيات بتوضح لك آيات المنافق، وشوف سورة الكافرون سطرين خلصت. ده واضح إنما ده منافق بيعيش ما بينك ومعاك وبياكل معاك العيش والملح، وعلى اعتبار إنه مسلم زيه زيك وإنه بيصلي ويصوم وبلحية زي السداس أو زي وزير الأوقاف اللي شالوه في مصر أو زي إمام الحرق المسجد النبوي أو غيره وغيره 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 من المستمتعين اللي باعوا كل شيء، باعوا عقيدتهم. هؤلاء هزموا في عقيدتهم قبل أن يهزموا في أي أمر آخر، هزموا في عقيدتهم، عندهم شك في أي شيء، أي شيء ممكن يجعلك إنك تصمد وتساند إخواتك يحاولوا يشككوك فيه. شوف الذباب السعودي خاصة، الجراد الإماراتي، أنصار السي، شوف شوف هتلاقوهم دايما ما بيصدرش لك إلا الرؤية السلبية. عشان كده بقول لك هؤلاء سبحان الله وتعالى برضو في سورة الحديد، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ما أنا مسلم زي زيك، استنى يا اللي بتعدى على الصراط أخد نور من عندك عشان الطريق مضلم، الصراط بتاعي مضلم، انظرونا نقتبس من نوركم. المؤمنين بقى هيقولوا لهم ايه للمنافقين؟ ما هو ربك لازم يفسر ما بين المنافق، ما هو في الاخر كله مسلم، فلازم بقى ربك يفلتر المنافق من المسلمين بين المؤمن، ما هو في فرق ما بين مسلم ومؤمن، لازم بقى يطلع المنافقين من المسلمين بعيدا عن المؤمنين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هو مسلم وعامل نفسه مسلم ومش على الصراط، لقاها ضلمه، فعايز المؤمن اللي صبر وصمد وتحمل ينور له الطريق بتاعه. المؤمن رد قال له ايه؟ ارجع وراءكم خلاص فالتمسوا نور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. ارجع ورا، ابدأ من مطرح ما كنت واقف وجيب نور وتعالى عد على الصراط. ولما رجع فضرب بينهم بسور له باب. خلاص خلصت، خلصت، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. خلاص خلصت، استنونا خدونا معاكم. لا خلاص خلصت، انت كنت منافق، لازم ربنا سبحانه وتعالى يظهرك ويظهر حقيقتك. علشان كده مرة أخرى، من كل قطر وكل بيت وكل شبر في الوطن العربي، اسألوا حتى في الكومنتات على الفيديو ده، اسألوا الناس، يعني اللي هيسأل أنا إن شاء الله عز وجل أول سؤال هعمله هثبته في تعليقات اليوتيوب، أو يعني اللي عيني هتقع عليه يعني، وطبعا الباقي كل الاعتذار لحضراتكم، طبعا مستحيل أنا أعرف أثبت كل التعليقات، فهثبت تعليق واحد عن أي واحد يسأل ما رأيك في اللي بتعمله اليمن واللي بتعمله لبنان واللي بتعمله العراق وبقية الأنظمة العربية، أو تحديدا النظام المصري السعودي الإماراتي البحريني الأردني. شوف ردود الناس هتبقى عاملة ازاي، لان الحق احق ان يتبع. وهنا للمرة التريليون، انا ما بتكلمش عن عقيدة حد او عن فقهه او عن اي حاجة هو بيتبعها، انا بكلمك عن موقف من مساندة الحق وموقف من الخذلان، ده كده على جنب. اسف ان انا طولت على حضراتكم تقريبا، ده الدقيقة 5 تقريبا، اسف ان طولت على حضراتكم في هذه الجزئيات، لكن بس كان لازم نرد على كل المستمتعين عباد الانظمة.
لكن كانت هناك عمليات عسكرية مهمة جدا جدا بتحصل في القطاع. كمين في الشجاعية واستهداف تحشدات عسكرية جنوب رفح، 14 جندي وضابط من الجيش الذي لا يقهر، وبالإضافة إلى عدد كبير جدا طبعا شفناه من عمليات القنص المباشر. وفوق كل ده كمين المرجحة اللي عامل حالة من الإرباك الشديدة جدا جدا داخل الكيان، حالة من الإرباك اللي هو بيقول لك كان وزير الدفاع رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي آسف هيرس هاليفي خارج يقول لك إن إحنا خلاص سيطرنا وعملنا كل حاجة. فحصل الكمين اللي حصل لهم بتاع الشجاعية والمرجحة والكلام ده كله، خرج النهاردة علشان يقول لك إحنا هنعمل حرب استنزاف على القدرات بتاعت المقاتلين اللي في غزة. طب ازاي منطقيا، انا مش راجل عسكري اهو، بس منطقيا ازاي انا النهارده عايز اعمل حرب استنزاف على محمد؟ تمام، محمد ده عشان اعمل عليه حرب استنزاف يبقى اكيد هو عنده قوه انا عايز استنزفها له. طب منين انت عايز تستنزف قدرات الناس اللي في القطاع، ومنين من الناحيه الثانيه بتقول انت قضيت عليهم وخلاص ما بقاش عندهم قدرات؟ عشان تعرف بس ان هو الكذب ملوش رجلين، هم بيكذبوا على المستوطنين وعلى الداخل الاسرائيلي وعلى المجتمع الاسرائيلي ان احنا وكاننا انتصرنا. عايز اقول لحضراتكم إن في آخر شهر فقط لا غير أكتر من 80,000 من الجنود من المستوطنين غادروا إسرائيل تماما إلى أوروبا في الشهر الماضي فقط لا غير. أما من يوم 7 أكتوبر وما تلاها فحضرتك بتتكلم فوق المليون وأكتر من المليون بكتير غادروا وذهبوا إلى أوروبا إلى مواطنهم الأصلية، وقال إحنا هنا في أمان، اللي رجعنا هناك. على الناحية الأخرى من جنوب البحر الأحمر، اليمن النهارده والعميد يحيى سريع تقريبا الرجل الذي لا يتخلف يوم ابدا عن اداء مهامه، خرج النهارده علشان يعلن عن عمليه عسكريه ايضا تم استهداف موانئ حيفا على البحر المتوسط. موانئ حيفا اللي هي قريبه مننا احنا كمصر يعني، بس عادي يعني عادي عادي. تم استهداف موانئ حيفا على البحر المتوسط. ايضا الفرقه 91 الموجوده في شمال اراضينا العربيه مع لبنان تم استهداف التحشدات العسكريه من جنوب لبنان، يعني الناس اللي في جنوب لبنان استهدفوا التحشدات العسكريه اللي موجوده للفرقه 91 للجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر ايضا، واوقعوا فيهم الكثير والكثير. عمليات عسكريه في كل مكان، سواء في القطاع، سواء من جنوب البحر الاحمر او حتى في غزه. عايز اقول لحضراتكم انه الان ما يسمى بنبي الغضب عندهم يتسحاق بريك الجنرال الإسرائيلي بيتكلم بكل وضوح للمرة التريليون بعد المئة، يا جماعة الحقوا لموا ما تبقى من الجيش الإسرائيلي من داخل القطاع، احنا بيتم استنزافنا وبشكل كبير جدا جدا جدا، لدرجة حتى ان القائم على تدريب قوات الاحتياط بيقولها لك وبكل صراحة، البيانات اللي بتخرج لنا من غزة من الجيش الإسرائيلي يعني من رئيس الأركان والمتحدث العسكري دانيال هجاري اللي هو الواد أبو دندة، البيانات اللي بتخرج لنا من غزة كلها بالكامل كاذبة. أرض الواقع بتقول إن مستحيل مستحيل نقضي على قدرات الناس اللي موجودة في القطاع، خاصة وإنهم أعادوا بناء ال 24 فرقة بتاعتهم من شمال القطاع إلى الجنوب زي الاول بالظبط، كان ما حصلش فيهم حاجه من يوم 7 اكتوبر. خسائر كبيره جدا 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 بتحصل لنتنياهو، لكن الخساره الاكبر مش عند نتنياهو، عند العواصم العربيه والانظمه العربيه المطبعه. سلام عليكم.